تروق؟ الاكل زي ما هو وقاعد في الارض، ما خدش شاور ولا اي حاجه. حتى مرته يا باشا ما كلتش. ما كلتش. انا هتصرف. صباح الخير يا شيخ دادي. ها قولي، نمت كويس؟ طبعا، ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية. اسمع بقى، الكلام اللي هقوله ده كلام مهم. كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورتة. انا ما اخبيش عليك، حاولت احفر بس ما جاتش فايده. وهنا يجي دورك انت بقى، انت اللي هتقول لي احفر فين، وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانيه. هو لسه في دنيا تانيه؟ طبعا، دنيا كلها عز ومتعه، تاكل اطعم والذ اكل، تلبس اشيك لبس، تسكن في أفخم قصر. انت مش عندك كل الحاجات دي، عايز ايه تاني؟ عايز باقي التورته. مش هستنى عليك كتير، ولا عايزني كل يوم ابعت لك صباع من صوابع شربات؟ اسف، قصدي من صوابع المدام. يفكرك يعني ونشطك براحتك. الليلة هنكحت. الله عليك، عسل النبي، برضو عسل. نطلع، هسيبك براحتك. الحلاوة دي عندنا احنا. نجيك يا رب، يا رب نجيك يا دالي. انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى.
هاني انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى خلاص عزم براحتك، احنا هنا كلنا في انتظار وخدمه معاليك. النار اللي ولعتها ما هتعرفش تطفيها. لا نار ايه ده، انت حبيب قلبي يا دادي. اتفضل. انا عايزكم بقى توضبوا لي احلى جو خيالي انا عايش فيه انا وانتو وده وبس. عمرك هاني بيه، شو قلتلك علي النعمة هعيشك في دنيا تانية. ما ترمي البتاعة اللي في ايدك دي. جهز لك كل حاجة لو عايز تهد جبل المقطع، احنا جاهزين. مرتي ترجع بيتها قبل ما نمشي. مرتك هترجع بيتها بإذن الله بعد ما ترجع بالسلامة ومعاك المطلوب. ليه وعد؟ وعد. يلا يا رجالة. يلا يا دادي. دادي يلا بقى ورينا الهمة بإيدك المبروكة الحلوة دي. أنت مش هتاجي معانا؟ ماشي. أنا بصراحة ضلمة وعارف وتعبين ما تلاقينيش. هستناك. دادي تجيب العرايس وتيجي 5 مليون عدا ونقدا وقتي. انطلق يا عسل.
صحته هنا. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك أسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادني في نحره ومكر من مكر بي عائدا علي وحفرة من حفر لي واقعا فيها. حاميم 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 حمى الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا هو يا هو يا هو يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك. اكحتوا عند الحجر ده هتلاقوا تعبين وحيوا. لو خطيت بيسك لو خطيت برجلك برا العربية الحياة والعجارب هتلزعك. انت دخلت هنا ازاي؟ انا ما حسيتش بيك لما دخلت العربية يعني كلها مسجرة فول اوبشن اعتبرني غريب وما اعرفكش والغريب اعمى ولو كان بصير. انا قابلت مشايخ كتير بس انت حاجة تانية. وانت كمان حاجة تانية. طب عندي سؤال. يدك هم رجالتي كلهم ماتوا؟ العلم عند الله. والعمال هم كمان ماتوا؟ طب دول ايه ذنبهم؟ ناس على باب الله طالعه تسترزق، عملوا ايه غلط عشان يحصل لهم ده؟ وانت راجل بتاع ربنا ما يرضكش. اللي طلعهم في انصاص الليالي عشان يكحتوا من اعمالكم سلط عليكم. ما كانوش بيعملوا حاجه غلط ولا حرام يا شيخ. هم كمان ماتوا. العلم عند الله. طبعا.
ضروري. وانا يا شيخ هموت؟ هتشوف اللي مكتوب لك. اطلع اطلع. بص بقى يا شيخ خلف، عينك على الطريق. وانت لو فاكر ان انا بتهوش، انا ما بتهوش. انت لازم تعرف كويس. تعرف تكتم ولا مستعجل على عمرك؟ لو حد اتحرك هقتله. عارف انا لو حصل لي حاجه مش هتخرج لا انت ولا مراتك من هنا غير جثث. يعني الشربات فين؟ انت قول اللي خلص عليك. انت عصبي كده ليه؟ حاضر حاضر، رحيل لي الشربات. جليني على الطريق. ها عندك يا ابني، محدش يتحرك.
خايفة من ايه؟ خايفة لباشمهندس حسن ينسى شربات الغلبانة. انت اللي رجعتي حسن وحيتيه من تاني. انا كنت دفنته من سنين. بعد الشر عليك. خير يا حاج؟ في حاجة؟ شوية مية. حاضر. تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد يخف بإذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج. ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر، عايزه في حاجة؟ هيرجع قبل اجازته؟ عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شمية وش النحس غور، بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته، ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غارة. اوعى تركب العربية دي يا ابوي. ليه يا ولدي؟ العربية دي هتنقلب من اللي فيها. ليه يا ولدي؟ مش مصدقني؟ هتنقلب من اللي فيها. غور اللي عاوز يعيش ينزل العربية وسيبوني اركب. غور صدقوني العربية دي هتنقلب من اللي فيها. الراجل وقع من طوله. يا إلهي الله، قوم يا عم الحاج، حد يجيب لنا بصرة نشممها له أو شوية مية نفوق بيه. الحمد لله ده لسه فيه نفس، لسه عايش. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوم يا عم الحاج، ده باين له طب من قلة الأكل. المية فوق يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لسه عايش. قوم يا راجل، قوم خلعتنا عليك. كل ما يروح الحال حملوني. قوم يا راجل على مهلك يا عم الحاج، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلك يا حاج. لا إله إلا الله وحد الله يا حاج، ما تعملش في نفسك كده، مالك؟ يا حول الله. خد اشرب. اه لا حول الله، طب انه عنده لطف ده ولا ايه؟ يا عيني يا عيني.
ساكن دروب هديك توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي فهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم ده مقام سيدي عبد الله بن ابي جمره سلطان المشرق والمغرب لا يقف على قبره شقي او عاصي الوالدين ما لك يا والدي الحمد لله تعال تعال يا ولدي تعال اسم الكريم ايه؟ خلف الله عاشت الاسامي يا شيخ خلف الله انا اخوك في الله بكري خادم هذا المقام وده مقام سيدي احمد ابن عطاء الله السكندري جه من الإسكندرية عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا نعمل لك لقمه تاكلها مش عاوز اكل طيب اجيب لك حاجه تشربها مش عاوز اشرب انا اخوك في الله بكري خادم هذا المقام وده مقام سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري جه من الإسكندرية
عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله. تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا نعمل لك لقمه تاكلها. مش عاوز اكل. طيب اجيب لك حاجه تشربها؟ مش عاوز اشرب. ليه يا ابني بس؟ انت شكلك تعبان قوي. براحتك يا ابني براحتك. دعيتي وربنا ان شاء الله هيستجاب لدعائي. هاتي يا ان شاء الله. هاتي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله.
لسه ما فاقش يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج، ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا بركة محمد اهو، يا بركة ربنا شفاه ببركة دعاك قبل ما يتم شفاك على خير يا رب. يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعتلي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ خلف، على فين؟ ده انت يا ابني بقالك 4 ايام رائد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح، تعال. سامحني يا رب، مش قادر، تعبت تعبت يا مولانا. انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه، وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني انت ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جدتي وسرقت روحي. مش من حق ادخل بيوت ربنا ده النسى. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها. وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها ده انا شفتك بعناية دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك.
تقوم تقول لي ان الشياطين سكنتك؟ لو كنت كده زي انت ما بتقول، ما كانش العيل اللي انت لمسته بايديك ربنا شفاه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير وخير كتير كمان. لا، الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا خلي حد يقرب مني. على فكرة انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمة اللي مديها لك. نعمة ايه؟ البصيرة. اللي يعرف الحاجة قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيرة، بس القدر مكتوب. يمكن معرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. اعمل لهم ايه؟ عذبهم اكتر ما عذبتهم؟ هملني. تعال يا ابني، تعال تعال اتسند عليك، انا مش قادر اجري وراك. تعال خد بيدي، انا مش قادر. شيخ بكري، يعني انا عايز افوتك وامشي لاني ابتديت احبك، وخايف يحصل لك اللي حصل لكل اللي بحبهم. تعال يا مولانا، تعال اسمع مني يا ابني، وان ما عجبكش كلامي كانك ما سمعتوش. اقعد اقعد ارتاح، اقعد. انت والحمد لله ما اذيتش حد، وزي ربنا ما اداك قوه في الخير اداك برضو قوه في الشر، والناس هي اللي بتغريك بالخير او بالشر. انا عايزك يا ابني تشوف الناس، تشوف غلبهم وشقاهم وجريهم ورا لقمة العيش، تشوف ضعفهم. وعلى قد ما هتشوف كل ده على قد ما هيفيض الخير من جواك. اقف جنبهم، اديهم من قوتك وعفيتك. اديهم ايه يا شيخ بكري؟ انا جوايا نار، نار ما تطفيش. انت يا ابني ربنا اداك نعمة وحيسألك عنها يوم القيامة عملت بيها ايه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير اليهم، أولئك هم الناجون من عذاب الله يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله. يا ريت نقدر أكون منهم. تقدر، طول ما الخير جواك هتقدر. والشيطان ده اللي مخوفك ورعبك كده أمره بيدك، والخير كمان أمره بيدك، وانت اللي هتختار أي طريق هتمشي فيه. أنا خايف يا سيدنا. طول ما فيك نفس داخل وخارج الخوف هيفضل جواك، مش هيحميك منه إلا عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طول ما انت عايش الشيطان هيغريك
وحيفضل يخيلك ويلعبك. بس انت اوعى تضعف او تستسلم، اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك، برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف ما اقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. السلام يا ابو عمو. السلام عليكم. ايوه حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه العمل فيك كده؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك يدخل ولا ايه؟ خش يا اخوي. اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت يا بيسي، يا بنت يا فاطمة، عمكم جه يا بنات. يا عم الحق، أبويا بيقول عمي. تفضل يا حسن. يا ألف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا أخو؟ تعملها تعملها برضو، اتهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك. إرادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. ازيك يا عم؟ ازيك؟ ازيك يا عم؟ ازيك؟ دي فاطمة ودي المزغودة بيسي. بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي. انت هجيت من هني وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلت لسان. روح يا بنت شوف امك فانية خرارة وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. مالها مقدر ما اعرفش اكده ليه؟ ما اعرفش يا اختي. جري يا بنت من هني. معلش يا اخوي، عيلة ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك. البيت حيطانه زي ما هي. والفرش زي ما هو لين ما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على عيا بنت الكبيري ولا نفع. بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم تيه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا معلش يا اخوي، زلت لسان. الله، ده انت هتتمقلد علي يا عاد. الله، هتمقلد عليك ليه؟ انا توحشت البلد، لما وصلت قلت عدي على اخوي. مش دي الاصول؟ كلك واجب يا اخوي. قوم انت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب، واجيب لك جلابيه تلبسها بدل المطربه دي اللي جايبيها من السفر. لا ما تتعبش نفسك، انا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد ابوي؟ ده انا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجه كده. يومين؟ ما تخافش، اليومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد ابوه. خلي بالك من روحك او تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور عريتنا منك لله. سلام يا اخوي. يعني خلاص مش قادرة تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي لحد ما يمشي. بلا خوتي. ما
مين؟ حسن؟ لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما اموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب، ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كيه، انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر، زي ابوك الله يرحمه. فاكر دي شجرة ابويا الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيها، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتحة على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا أبواب الجفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق مرتي. طليت على أخوك؟ أيوة. أنا ما قادرش أدخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم أبوك. البيت راحت منه البركة. البركة هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، انا كنت ادخل البيت اشوف طاقة نور منور البيت كله، صح ما يقعد على المداود غير شر البقر. اه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اقعد يا اخوي، مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان اخوي. انا ما مليش عينك ولا ايه يا ولد؟ أخوك عياكل أهو، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي أنا وأخوي. ولد أبوي فرشت لك الأوضة القبلية. أخوك حيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركة، وأنا شيعت لولد عمامك على تنييج يسلموا عليه ويستباركوا بيه. أنا اللي بستبارك بيكم، تقعد يا حسين هتفضل واقف كده. لا خليك براحتك، انا جيت بس علشان. جيت لوحدك ولا ورثك اللي جلست لك؟ ها قول لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزه في اي وقت يا ولد ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله يا اخوي. استغفر الله العظيم من ده واد، ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده؟ ده يموت ولا القرش يطلع من كمه؟ هو في كرب أكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. حسن، عايزك تبني لك بيت جاري هنا. وإيه فايدة الحيطان اللي هنبنيها؟ كتر خيرك يا عمي. لا ما انت ما هتهمنيش تاني، انا ما صدقت لقيتك. خلي البركه تحل ولا مستخسرها في عمك يا ولد. حسن، ما حدش هيغسلني ولا يقرا على قبري غيرك. حسن، ليه تحملني الأمانة الواعرة دي؟ وبعدين محدش فينا هيعرف مين هيسبق التاني. عادي ربنا يطول في عمري لحد ما اشوفك مرتاح زي زمان يا ولدي. الدنيا ما ضاقتش يا حسن، ورب عشية يا رب بكرة. Thank you.
اتجوز يا حسن، اتجوز، خلينا نفرح بعيالك وسطينا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. آمين. ربنا يصبرك ويعوضك ويهون عليك. انت طول عمرك مع ربنا، والمؤمن منصاب يا حسن. ايوه المؤمن متصاب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتى سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتى سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة.
قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وحياة والدك. وديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار، هي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. غامل. انت اللي جاي من ورا وخبطتني، وحياة امك ما يسيبك الا تسمع. والله لو اوريك بجد الكنس الاسم ده انت مش هتطلع منه اساسا. اقرا اقرا حاسب يا ابني، الاسم ده اساسا انت مش هتطلع منه. يا ايه شايف يا عمنا؟ انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنادمين، شوف الافتراء بتاع البنادمين. يلا يا خيلة قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى واروح ارفع عليه قضية، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه؟ خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا خيلة تعالى امضينا. معلش يا باشمهندس، كتر الف خير. لو لك ما كنتش طولت ولا ربع جنيه، دي ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو مده منوره. ماشي. بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، شيخ بكري، ليلي. صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تقولش. عين يا عين يا عين
عين يا عيني ويا ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النذور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقول ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته. انا اللي قتلته. قاعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان، ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول نسير يكن. علي نعم الناس دي اتجننت، الراجل ده لو وصله حد هناك مفيش يبقى معايا في الاسم وفي الآخر يقتل عشان كام؟ ده كانت بينين اللي معاه 5000 جنيه و وشوية فكة. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض. تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقول لك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسمه شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ. انت ما شفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكله محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو، ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه صلتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين،
هل كان دافعك لقتل مدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد ما فيش غيره، هو الإعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، أنا مش مجنون، أنا مش مجنون. ما أنت نطقت أهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني عليه ليه؟ ها؟ وعرفته فين وإمتى وإزاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت إليه من أسئلة، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي أمرنا نحن وكيل نيابة الخليفة استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإيراع التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره ان هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي، ما وكلتش محامين يدافعوا عني. انا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمه. كريمه مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربات. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خذوا يدي من هنا، خذوا على الحبس. أنا اللي قتلته حركتهم وقتلتهم. يحول المتهم إلى الكوميسيون الطبي للكشف على مدى قواه العقلية. أنا قتلته وحركته. اعدموني، ارحموني من العذاب اللي أنا فيه. ابعت يد الإشارة دي بسرعة، خليهم يجي ياخدوه لحسن يعمل لنا مصيبة. تبين إنه مجنون. تمام يا فندم. ودوه مستشفى المجانين. هما الناس دي اخرتها محببه، يا يتجننوا يا يتقتلوا يا يتشلوا. عارفه ليه؟ عشان بيعندوا ربنا وبيحطوا ايدهم في ايد الجن، لازم تبقى اخرتهم وحشه. ما دام انت عارفه كده جبتيه يعالجني ليه؟ جوزتيني ليه؟ دلوقتي بس افتكرتي ان هما بيعندوا ربنا؟ انت هتروحي مني يا بنتي؟ افضل ساكته اتفرج عليكي؟ ده انا وديتك بدل الدكتورة 10 ومحدش عارف لك علاج. بس الشيخ خلف هو اللي عليك. ايه الاخبار؟ وقت جديد يا سيدي، قاتل ومعترف. شفته؟ خليت عوض اداله هيدول يهديه شويه. مهندس زراعي؟ تبقى ادفع عاصي انت فيه يا سيدي براحتك. سلام. ايه كمان يا سيدي؟ لا حول الله يا رب. مهندس زراعي قتل وبهدف السرقة. الله عليك يا عوض، انا لمحتك داخل من العنبر قلت الحقك بفنجان القهوة المتين. انت استاذ، قول لي اخبار الحاله اللي جت دي. ده كل اللي قلنا كوم وده كوم تاني خالص يا دكتور. ده كان هايج عامل زي الطور اللي مدخلينه يعني السلخانه لا مؤاخذه. الدكتور اشرف كشف عليه. رافض يا دكتور انه يكشف عليه، ومصر انه عاقل ومعترف بجريمته. طيب لما يصحى ابقى ناديني، عاوز ادردش معاه شويه، افعصه على راي الدكتور اشرف. تحت عمرك يا سعاده الدكتور. Thank you.
دكتور حسن هيج على الاخر. ايه ده؟ المفروض 3-4 ساعات على الاقل بعد المهدئ. تعالى ورايا. جهز الالكتريك تشوك بسرعة بسرعة. يلا أنا عايز أأكد لسعادتك إنه مش ممكن يكون قتل ويقتل عشان إيه؟ عشان يسرق. ده سعادتك حاطط 300,000 جنيه وديعة في البنك بيكفل بيهم 3 أطفال عندي في الملجأ، عبد الرحمن وشيماء وعبد الله، وهو اللي سماهم على أسماء ولاده الثلاثة اللي ماتوا. واضح إنك تعرف المهندس حسن من زمان. الحقيقة من 7 سنين بعد الحادثة اللي راح فيها مراته وولاده الثلاثة. والحادثة دي حصلت إزاي؟ اللي سمعته سعادتك إن أنبوبة بوتاجاز انفجرت والنار مسكت في البيت وخدت مراته والتلات ولاد. وحسن ما كانش معاهم وقتها؟ لا سعادتك، بس لما رجع لقى ماسكه في البيت، حاول يرمي نفسه وسط النار عشان ينقذ مراته والتلات ولاد. الاهالي حشوه بالعافيه. قعد فتره طويله قوي بعديها لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، وفجاه باع المزرعه وجاء عندي الدار وطلب ان يكفل 3 ولاد، وحط لكل واحد فيهم في البنك وديعة ب100,000 جنيه، واختفى بعدها وما سمعناش عنه أي حاجة لغاية ما قريت الحادثة في الجرنان. معقول سعادتك واحد زي ده يقتل وعشان إيه؟ عشان يسرق صندوق نزور. معقولة ده؟ هنعرف، إحنا لسه بنحقق. طبعاً ديب ديبرسيف، حالة اكتئاب عميقة، بيرفرانس وسايد، ميل شديد للانتحار. كشف التقرير الطبي أن الجريمة تمت فيما بين الساعة 8. إزاي ده؟ ده الحد 10 كان معايا في القسم. خلاص روحوا الكلام ده في النيابة. أنت تعمل خلاصك قدام ربنا، مالكش دعوة بالباقي. صح بقى كده وفوق يا راجل. لازم تفوق بقى كده وتاكل عشان نخرجك من اوضه الفيران دي. ايوه كده، انت لازم تتحرك، مش هينفع تفضل نايم كده على طول، وبعدين لازم تاكل. ما تسيبوش الا لما ياكل، وخده يتمشى في الجنينه شويه. يلا يا ابو علي، مش بيدلعوك ويقولوا لك يا ابو علي برضه؟ يلا يا ابو علي، كل الزبديه دي. لا اسمع الكلام بقى وكل. لا كده ما ينفعش يا ابو علي، كده هنعلق لك محاليل وناكلك بالعافيه. قول يلا. السلام عليكم يا عم. تعال هنا يا ولد. عايز ايه؟ اباي انا جاي اطمن عليك، كفرت يعني يا عم؟ وديك اطمنت، خلص.
طب سلام عليكم يا عم. تعال هنا. مرتك كانت عايزة ايه؟ ما عايزاش حاجة. امال مالك عمال تهرب كده في ايه؟ حسن يا عم. ماله يا ولد؟ جاد الطريق لا صديق ولا حتى بلت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريح. يا زماني لا يا مدام، حالته ما تسمحش بالزيارة دلوقتي. يعني ايه؟ انا جايبة تصريح الزيارة بالعافية يا دكتور. انا مش هتكلم معاه خالص، كل اللي انا عايزاه اني اشوفه ويشوفني، يعرف بس اني جيت. طب نستنى بس اليوم او اتنين لحد حالته ما تهدى شوية، وانا بنفسي هتصل بيكي. احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمة بتتسبب في فقدان للذاكرة مؤقت، ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. يا ليل ويا دنيا، قفلت كفي عليك يا دنيا وضمنتك، فتحت يدي لقيت الوهم كفي، أقع وقف واتكفي يا دنيا معرفتك، وكل ما جيت شموعي انت بتطفي. طب يلا قوم فز، روح لعيد خليه يجي بعد الفجر ياخدنا. ياخدني؟ ياخدنا على فين؟ ندور عليه. بقول لك سرق وقتل يا عم، انا عارف انه دي اخرته، واللي هاجج على طول يا عم لازم يطلع. انت هتعمل اللي اقول لك عليه ولا روح انا من سكات؟ لا يا عم، لا انت تروح ولا تجي، احنا مش عايزين فضايح اكتر من جديد. كل اللي همك الفضايح، ما همكش اخوك بريه ولا لا؟ انا عارف متوكد انه ده هيحصل له يا عم. يا واد يا واد، اخوك طول عمره مع ربنا، اتقي الله في اخوك. يبقى ربنا يتولاه برحمته يا عم. سلام عليكم. غور زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. جبتك يا ابويا تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله، والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تكون انت ومالكش دعوة بينا. اكمل الدور؟ انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم، انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عشان نكتل الكام كمان عشان تعجبوني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيبني سيب رقبتك، ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم، عايزين نقتل كام كمان؟ احنا لغاية دلوقتي لسه بنحاول نهدي نشاط المخ، لسه ما بدأناش مرحلة العلاج. هو بياخد جلسات كهربا؟ طمني خالص، هو ما خدش غير جلسة واحدة لغاية دلوقتي. كده يبقى لازم اطمن عليه واشوفه. يا فندم ممكن ما يتعرفش عليكي، احيانا الصدمة بتتسبب في فقدان للذاكرة مؤقت،
ممكن يستمر اليوم اتنين. اطمن واشوفه لو سمحت يا دكتور. زبادي وعسل. ايوه ماشيه معاك مربى. امسك يا ابويا تاكل ولا اكلك بايدي؟ قول. الله. والله شكلك كده لو كملت في الدور اللي انت عامله ده هتاخد براءة عدل، ولا يهمك تكون انت ومالكش دعوة بينا. كمل الدور. انت فاكرني بكذب عليك؟ انا اللي قتلتهم كلهم. انا اللي قتلتهم كلهم. ايه يا ابويا؟ عايزين نقتل كام كمان عشان تعذبوني؟ مش عايزين، بس سيبني ابوس ايدك. سيبني سيب رقبته ربنا يخليك. انت مش مصدقني، مش مصدقني. انا اللي قتلتهم كلهم. عايزين نقتل كام كمان عشان تعدموني وتخلصوني؟ اعدموني وخلصوني، اعدموني وخلصوني. الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ حسن ما متعوض. ازاي ده؟ اعدموني وخلصوني. كتر خيرك. اعدموني وخلصوني، اعدموني وخلصوني. ايوه زي ما بقول لسعادتك، كان معايا من حوالي الساعه 7، كان راكب من الجيزه وعايز يروح الامام، ورحنا اسم عابدين ومعمول محضر هناك، وفضلنا في الاسم لبعد الساعه 10، وانا اللي وصلته المدافن بعد كده، وقبل ما وصلته كان الباقي بعد 11. هو يلف لي يومين ثلاثة ويعاود، يعني هو صغير عمي. Mm-hmm.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. والعزة والدوام. خير يا حاج، انت بتدور على حد هنا؟ ايه تعبت يا ولدي، رجلي ورمت من كتر اللفه. كل ما اسال عليه في جسمي يقولوا لي مش هنا، انت بتدور على ابره في كوم قش. اسمه ايه يا حاج؟ اسمه حسن، حسن عبد العزيز ابراهيم. ايوه بيقولوا انه قال ايه؟ انه قاتل، مكتوب في الجورنال كده، قتل وسرق. والله العظيم ثلاثة ما يعرف يقتل فروج حتى. ربنا يخليك. بص لك عليه يا حاج دلوقتي. طب بقول لك خلاص يا حاج خلاص. الدواء. سامحني يا عوض، أزيدك وأنت مالك يا الزم. مسامحك، بس خد الدواء عشان تخف وتبقى كويس. ماشي؟ ماشي، هات الدواء. سامحني يا عوض. العسل على الزبادي. هحط لك مربى النهارده. آه يا زمان واهي. البلد والجاموستين بس يا عوض. ها ايه الاخبار؟ فل الفل. ده صاحي حاجة تانية خالص. انا خايف يا دكتور احسن يكون عنده شيزوفرينيا. لا ده بعيد خالص عن الشيزوفرينيا، المهم فطر. بالعافية لما دق الزبدية ربطت له ايده وسبته. طيب انا رايح له، تعال معايا. اتفضل سعادتك. ايه يا عم حسن؟ ايه؟ مش هتفضفض بقى وتقول كل اللي جواك؟ على فكرة أنا بسمع كويس، ومش عشان أكتب تقرير في حالتك، لأ، أنت حالتك بالنسبة لي واضحة جدا. أنت بتتمتع بكامل قواك العقلية، ويمكن أحسن مني كمان. وبعدين بصراحة بقى، حكاية إن أنت قتلت شيخ الجامع عشان تسرقه دي مش داخلة دماغي. تهيألي كان في حاجة تانية بينكم، هو استفزك
فانت قتلته، ودلوقتي انت مش قادر تتحمل الجريمة اللي انت عملتها فعايز تنتحر. لا، ما هو انت لازم تجاوبني على الاقل عشان اكتب في تقريري انك عاقل وانك تستحق الشنق كمان، مش هو ده اللي انت عاوزه؟ شيخ الجامع اللي انت قتلته استفزك في ايه وخلاك تقتله؟ بلاش كده، هو كان يستحق القتل. الشيخ بكري ده كان ملاك، كان نور ماشي على الارض. طيب مدامه نور وماشي على الارض قتلته ليه؟ طب انت كنت عايزه يتقتل؟ نبهته، قلت له ما صدقنيش. نبهته من ايه؟ مني. هو انت؟ انا نحس على كل اللي بحبهم. يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه او ما يقولش، ويا عيني اصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. لا يا دكتوره، اللجنه هتجتمع يوم الخميس الجاي ولازم التقرير يكون معاها. معاك اليوم الاثنين. سلام. ها فعصته؟ مش قوي، في ضلالات سمعيه وبصريه. ايه اللي خلاك تقول كده؟ شايف نفسه شرير، بيقول انه قتل ناس كتير ولسه هيقتل ناس تانية لو ما اعدموهوش. انت حاطط في اعتبارك انه؟ طبعا بيمثل وعايزنا نمشي وراه في السكه دي. يعني بيطلب الاعدام علشان ياخد البراءه؟ العكس، ده هو عايزهم يعدموه فعلا، عاوز يخلص من عذاب الضمير. بس اللي مش مريحني حكايه انه قتل شيخ الجامع عشان يسرق دي. هو التقرير بتاع المباحث ما وردش فيه طبيعه العلاقه اللي كانت بينه وبين شيخ الجامع ده؟ ده هما بالنسبه لهم ريحوا دماغهم، اتقبض عليه متلبس ومعترف بالجريمه وكده تبقى القضيه خلصت. حسن، أنا قفلت الباب وهفكك بإيدي. لو أنت بقى عاوز تثبت إنك شرير وتقتلني، أنا هو يا سيدي قدامك، اقتلني. وحكاية الشيطان اللي خلاك تعمل كده دي عادي، ما الشيطان برضه هو اللي خلاني ارجع للسجاير بعد ما بطلتها. عارف انا بطلت السجاير ورجعت لها كام مرة؟ اكتر من 10 مرات. انت بقى شيطانك هو اللي خلاك تقتل؟ انا كنت خلاص طلعت. طلعت؟ طلعت من ايه؟ من الدنيا. مت؟ محدش اتمنى الموت زي ما انا ما اتمنيته. سنين طويلة بجري وراها، بس ايه الفايدة؟ لا حياتي بيدي ولا موتي بيدي. وموت شيخ الجامع كان بإيدك؟ موت الشيخ بكري زي كل حاجة حلوة ماتت في دنيتي ومش هترجع. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان. قلت لك يا شيخ بكري انا ملعون، ما صدقتنيش ليه؟ ما صدقتنيش ليه؟
لا عايز اتحدث ولا عايز اي حاجة. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك عشان يعدموك، ده برضو اسمه انتحار. يعني عايز مصيرك يبقى بايدك مش بايد ربنا، وبكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعملها مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. روق يا ابو علي، روق، وخليني يا سيدي ادلعك شويه. انا هكتب لك على مهدئ دلوقتي علشان تعرف تنام، وبكره ان شاء الله هيكون لينا كلام تاني. انا واثق ان انا هقدر اساعدك، بس عايزك انت كمان تساعدني. انا عايزك تحكي لي كل حاجه عنك. اتفقنا؟ تصبح على خير. اديله هالدور وخلي عينك عليه، انا سايب ايده مفكوكه. ما هو كده ممكن ينتحر ويجيب لنا مصيبه. لو كان يقدر ينتحر كان انتحر من زمان. ما هو يمكن دلوقتي يقدر يا دكتور، وما قدرش يموت روحه هيموتني. مش هيحصل حاجه من دي، بس انت برضو خليك صاحي. وانا هيجيني نوم ازاي الليله دي يا دكتور؟ طب ما نربطه للصبح. عوض، مش هنجادل، اسمع اللي بقولك عليه. اللي تشوفه يا دكتور. اسمع الله لا يسيئك، خلي عينك عليه لغايه ما اروح اجيب له الدواء واجي. اوعى تتعتع من هنا. بعدين معاك يا زمان بحسبك يا زمان، ممكن تراعيني أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن. أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل وأقول نسيك. أنت ليه متأكد إنه بريء؟ وإنه ما قتلش؟ مع إنك ما تعرفش عنه حاجة، محدش يعرف هو كان عايش إزاي، بس اللي أنا متأكد منه إنه حالة مش سهلة، وإنه محتاج تركيز جامد. ايه اللي واخد عقلك؟ اشرف، حسن ده محيرني. يا سيدي البلد دي مليانه من حسن ده كتير قوي، ما تشغلش دماغك. شوف يا وهبه، ما حدش عارف بلدنا دي بقت ماشيه ازاي. تصبح على خير. سلام. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك علشان يعدموك، ده برضو انتحار. يعني عايز تخلي مصيرك بايدك مش بايد ربنا، وكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعمل كده مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. بتتحدد صح. صح.
نعم يا ماما. انت برضه رايح المستشفى؟ ايوه يا بنتي. انت مش قلتي لي ان الزياره ممنوعه؟ هطمن عليه، يمكن اقدر اعمل حاجه. هتعملي ايه اكتر من المصيبه اللي انت معيشانا فيها؟ كان يوم اسود يوم ما خالك بعد جابه. مش وقته يا مامي الكلام ده، عن اذنك. والله لا اكلم خالك يجي يشوف حل معاكي. ابعتيله عشان يروح للسرايا يقرره، يمكن يعرف منه مكان كنز تاني. هو انكل بيفكر في حاجه غير في الذهب؟ سيبيني يا ماما، سيبيني في اللي انا فيه. ولا في فايده، ولا كاني قلت لها اي حاجه اصلا. مش هتجيبها لبره ابدا البنت دي، ربنا يستر. صباح الخير يا حسن. صباح الخير. ها نمت كويس؟ الحمد لله. عاوزين بقى نخلص الفطار وما نزعلش مننا الدكتور وهبة. عارف لو خلصت الاكل ده كله الدكتور هيخرجك من هنا وينزلك العنبر وسط زمايلك. يلا. عايز افضل لحالي. هتاكل بعدين. صباح الخير يا ابو علي. ها عامل ايه النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. بس انت لسه ما فطرتش. تصدق انا كمان لسه ما فطرتش. ايه رايك نجيب باتنين تلاته جنيه فول وطعميه ونديها؟ يعني هتفطر ولا مش هتفطر؟ نفطر. نفطر. خد يا عوض ورقه ب10 اهي. هات لنا بقى شويه بتنجان على فول على طعميه على بطاطس على شويه مخلل على عيش من ابو 50 قرش ده اذا كان لسه ب50 قرش. يلا روح. انت طيب قوي يا دكتور، ان شاء الله ناس كتير ربنا هيكرمهم على يدك وهتخف وهيدعوا لك. انت ربنا ناعم عليك، هتحس بالناس وقلبك طاهر. بس والله احيانا الاحساس بيبقى نقمه مش نعمه. لانك هتحس بالناس ولا عشان بتتعب لما بتحس بتعب الناس؟ ايوه بتعب قوي، خصوصا لما بكون مش قادر اعمل لهم حاجه، مش قادر اريحهم. ابو علي، وانا هنا عشان انت اللي تحللني؟ انت فاهم غلط. أنا هنا عشان أنا اللي حللك، أنا الدكتور وأنت المريض. ها احكي لي بقى، أنت بقالك قد إيه هتشتغل هنا؟ يعني برضو مش عايز تتكلم. طيب قول لي، أنت ومدام ياسمين متجوزين بقالكم قد إيه؟ عايز أطلع من هنا. لا ما هو كده مش هينفع، لازم اللجنة تقول رأيها الأول، وأنا كمان لازم أكتب تقريري، وأنت مش عاوز تساعدني. وانا عارف ان انت بريء واللي عندك ده اكتئاب عميق عنده رغبة انتحارية، وده غالبا ما بيحصل مع الناس اللي بتبقى درجة احساسهم وتفاعلهم مع الاخرين بتكون عالية جدا. يعني زي ما تقولي كده بتبقى مشاعرهم فياضة، اما بيحبوا وبيحبوا بعمق، ولما بيكرهوا بيكرهوا بعمق برضو. اطلاقا النوع اللي زي ده بيتعرض لانتكاسات كتير لانه ما بيقدرش يتحمل الالم من الناس اللي بيحبوهم، وفي الحاله دي يقتل. اقصى حاجه ممكن يعملها انه يقتل نفسه، ينتحر يعني. انا متاكد انه بريء، انا واثق انه ما قتلش، وهكتب ده في التقرير اللي انا هبعته للنيابه. هو لسه بياخد صدمات؟ ما بقاش محتاج لها في الوقت الحالي، بس ممكن الثورات العنيفه ترجع له واكتر من الاول كمان، عشان كده احنا محتاجينك تساعدينا. احنا المعلومات اللي عندنا مش كفاية، عايزين نعرف التاريخ المرضي ليه، عايزين نعرف طبيعة علاقته بالناس اللي حواليه، وايه الظروف اللي وصلته للحالة دي. احنا لسه متجوزين من مدة بسيطة، وانا مش هقدر افيدك. هبقى اجي اطمن عليه، انا
إذنك. لو سمحت هبص عليه. امال مراته اللي بتجيله دي ايه؟ والله يا اخي ما انا عارف، ده انا بسألها عن اي معلومات عنه. ارتبكت وهربت. غريبة، ارتبكت وهربت ازاي؟ ادخل. في واحد عاوز يقابل سعادتك بره يا دكتور. مين ده؟ بيقول انه قريب حسن. حسن؟ خليه يدخل. اتفضل يا سعادة البيت. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا سامي الحسيني، مدير دار الرحمة للأيتام، ودول ولاد الباشمهندس حسن. ولاده؟ ده عبد الرحمن وده عبد الله ودي شيماء. الباشمهندس حسن متكفل بيهم، بس الباشمهندس ما شافهمش من 7 سنين وهم نفسهم يشوفوه. ده أنا اللي نفسي يشوفها. انتوا كنتوا فين من زمان؟ انتوا جيتولي نجدة من السماء. تشربوا ايه يا حبايبي؟ اجيب لكم عصير؟ تشربوا عصير. لحظة واحدة. عوض هات لنا 4 عصير بسرعة وحضروا للزيارة. حاضر. يا أهلا يا حبايبي، يا أهلا وسهلا. أبو علي، أبو علي، في ناس حبايبك قوي جايين يزوروك. قوم، مش عايز تعرف هما مين؟ عموما أنا مش هقول لك، أنا هخليها لك مفاجأة. يلا بس كده قوم اتشطف وغير هدومك، ما يصحش يشوفوك بالشكل ده يا راجل. يلا يا ابو علي يلا. بصوا بقى، بابا تعبان واحنا كنا مانعين عنه الزياره، بس انتوا بقى هتساعدوني صح؟ صح. مش انتوا عايزين بابا يخف؟ ايوه. عايزكم تلعبوا معاه وتضحكوه، عايزكم كمان تاكلوه. تعرفوا تاكلوه؟ ايوه. انا هسيبكم بس انتوا اللي تقعدوا معاه، مش عاوزه يشوف حد غيركم. اقعد هنا في القعده الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك. عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم، توحشتكم. اقعد هنا في القعده الملوكي دي وثواني وهتشوف ما يصرك.
عبد الرحمن وشيماء عبد الله. توحشتكم توحشتكم. أظن ما كناش نحلم بأكتر من كده يا دكتور. الحقيقة البركة في أستاذ سامي، هو اللي جاب له الدواء. الباشمهندس أفضله علينا كلنا. نسيب بقى الولاد مع الباشمهندس وتيجي تحكي لنا إيه الحكاية. اتفضل من هنا. اتفضل. تعال. طمنتي على المجرم بتاعك؟ خلف مش مجرم، خلف اتجوزني مش عشان طمع فيه، اتجوزني عشان عارف ان هو ده الحل الوحيد اللي هيخرجني من اللي انا كنت فيه. وبعد ما خفيت طلقني وساب لي ملايين من غيره يعمل اللي هو عمله. انت عارفه ايه مشكله خلف؟ انه انسان بجد وعنده قلب. خلف اتحطم خالص يا ماما، اتحطم وانا مش عارف اعمل له اي حاجه. الدكتور النهارده بيسالني بيقول لي تعرفي عنه ايه؟ ما لقيتش حاجه اقولها. هقول له ايه؟ اني كل اللي اعرفه عنه انه بيخرج الذهب المستخبي جوه الارض، ولا ان هو لما حب اختفي من طمعنا خالص جرينا وراه، هدينا البيت اللي بناه وموتنا الانسانه اللي بيحبها. واحنا مالنا؟ هاني هو اللي عمل كده. يفرق ايه هاني عن اللي انا كنت عايزه اعمله؟ انا كل اللي كنت بفكر فيه ان انا ازاي اوصل له. مبفكرش غير فيه، مبشوفش غير صورته وهو قدام عينيا بيبتسم لي. أنا بحبه يا ماما. ليك يا عم ساعة هنا في الجنينة براحتك، محدش قدك، أهو برضه أحسن من حبسة الأوضة. أنت تقعد هنا كده معزز مكرم، واني بس هقضي مشاوير ساعة زمن وهرجع لك خوار. ايوة كده. السلام عليكم. مع السلامة. عمي جاد، لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يديك طول العمر. عمي والله حسيت انك هنا دلوك. اللي جاب ايه اللي جابني؟ ده كلام؟ ليه ملكاش ناس؟ واخوي عارف انك جايني؟ ليه ظروف يا ولدي؟ كده يا حسن
أقوم أنده عليك في الفجر ألقاك مشيت زي عوايدك، خليك مدوخني وراك لحد ما تخلص علي من الزغف عليك. ليه كده يا ولد؟ جيت لي قدر اللي أنا فيه. مين دلك على مطرحي؟ ولد نوسة قابل أخوك وقال له إنه قرا اسمك في الجورنال وإنك قتلت شيخ جامع عشان تسرق صندوق النذور. دوختني وراك في المراكز والمحاكم لحد ما عرفت مطرحك. روح يا عمي وسيبها للخالد. افتح قلبك لعمك يا ولدي وقول الحقيقة. قلت الحقيقة؟ أنا حقيقة؟ أنت تسرق وتقتل؟ ما دخلاش دماغي دي. لو عايز نطلع من هنا عاود البلد. هاود لاني عارفك، بس المره دي ترجع وتقعد في وسط ناسك. كفايه حسن، كفايه يا ولدي. الإفادة اللي جت من الاسم اللي بتأكد شهادة السواق، وده تقرير رفع البصمات اللي بيأكد وجود بصمات تانية على السكينة اللي ارتكبت بيها الجريمة. ده غير شهادة مدير دار الأيتام، يعني ما كانش موجود ساعة ارتكاب الجريمة. يعني براءة سعادتك. ولازم القضية دي تتقفل بسرعة، وهي في ملعبك دلوقتي يا محمود. ازاي الحال؟ شوف بقى، انا عرفت عنك حاجات كتير وكلها بتقول ان انت راجل طيب. وبعدين انت لا قتلت شيخ الجامع ولا حرضت على قتله. اي حد كان هيقتله، مش مهم مين. انت مش قلت لي ان نور ملاك ماشي على الارض؟ ايوه الله يرحمه. طب يتقتل ليه؟ أنا نبهته، قلت له ملوش صالح بيه، قلت له أنا اللي قتلت مرتي وعيالي. بس اللي أنا عرفته إنهم ماتوا بسبب الحريق، وإنت ساعتها كنت بعيد عن الحريق. شفتهم والنار جايدة فيه، ما لحقتهمش. بس ده مش معناه إن أنت اللي تسببت في قتله. واسمه إيه الواد ده يا أستاذ صابر؟ اسمه فيش يا باشا. هو فين دلوقتي؟ موجود في الطرق عند المقام اللي اتقتل جنبه الشيخ باكر. طب حضر الرجالة وسبقنا على البوكس. في عشوة حلوة دي يا أستاذ صابر. أنت ألف خيرك يا باشا. يلا. كرس يالا. عايزكم تعلموا الأدب كلكم. اسمك يا رجب. اسمك يا عبد الدايخ. اسمك يالا انت اهو. محمود باشا منور يا بيه. فيش. ازيك يا محمود بيه؟ انت هتصاحبنا يروح امك. الله لو في ايه يا باشا؟ في ايه؟ ما عملتش حاجه. انت هتخلص خالص يالا. ما عملتش حاجه يا باشا. خد اللي عندي على البوكس. تعال. فين فلوس يا؟ فلوس ايه يا باشا؟ صعبط. هتستعبط اخليهم ينفخوك. اعمل فيك كل اللي انت عارفه. ها؟ بصماتك على الماطه اللي قتلت بيها الشيخ بكري يالا. ما قتلتوش يا باشا. فين الفلوس يا روح امك؟
دفنهم هنا يا باشا. يا حبيبي هاتهم يلا. اخلص يلا. اخلص. تعال تعال. بتقتل الراجل عشان الباب اللي بتدفع بيها الكلب. ما تقتلوش يا باشا. انت هتخلص يلا ولا خليهم يسووك؟ هات الفلوس يلا. اخلص. هات اصابعك. اسمك بالكامل؟ اشرف محمد قاسم. علاقتك ايه بالمجني علي؟ جيران يا باشا، كنت بقضي له مصالح اكمني يعني عندي عربيه. قتلت المجني علي ليه؟ ما قتلتوش يا باشا. المطوه دي بتاعتك؟ ولا اعرفها يا باشا. دي عليها بصماتك يا فيشه. ضربوني يا بيه، عذبوني، الضابط سحلني وخد بصماتي حطها على السكينه يا بيه. انا كنت عايز اهوشه بس هو اللي مسك فيا وحط السكينه في بطنه. قتلته يا بيه. جعان مش لاقي اكل، لا انا ولا عيالي. نعمل ايه يعني؟ نموت من الجوع. بقول لك خبطوا على خالتك وجوزك خلاص خد براءه. انا كنت متاكده. ميرسي يا متر، ميرسي. طب هو دلوقتي يقدر يخرج من المستشفى؟ طبعا حسب ما الحاله تسمح، والدكاتره هم اللي هيقرروا. متشكره قوي قوي، انا هبقى اتصل بيك. باي. مش قلتلك قبضوا على القاتل الحقيقي وافرجوا عن خلف؟ كسبنا ايه؟ هيخرج من النيابه هيفضل في مستشفى المجانين. يفضل ده ايه؟ انا هخرجه من المستشفى. ايه تخرجيه؟ تخرجيه ليه وتوديه على فين؟ هو ايه اللي فين؟ هجيبه هنا. ده مين ده اللي هيجي على هنا؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. عايزه تتجنني؟ اتجنني بعيد عني. فاهمه ولا مش فاهمه؟ اذا كنتش عايزه جوزك يروح يتنيلي بيه بعيد عن هنا خالص. اوكي هشوف مكان بعيد عنك. ياسمين انت بتضيعي نفسك يا بنتي، بتدفني روحك بالحياه. ادفن روحي؟ ده كل اللي انا خايفه منه ان هو اللي يرفض. عيني يا عين يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش. ويعيني أصعب ما في عذاب الروح، يعذبك ولو عليه ما تهنش. يا أبو علي. إيه؟ فرحان بالبراءة ولا زعلان عشان خطتك في الانتحار فشلت؟ أنا طبعاً كنت متأكد إن أنت بريء، وعلى فكرة أنت لو تحب تخرج ممكن تخرج، وإن كنت بفضل إن أنت تقعد معانا فترة. هسيبك بقى تستمتع بالجو الجميل ده. الله، ده أولادك جم هناك هم. هسيبك معاهم دلوقتي وهنكمل كلامنا بعدين. اتوحشتكم قوي. معلش اصلك ما تعرفش هما متعلقين بيه قد ايه. لا ابدا ولا حاجه، ده هما دول اللي هيخلوه يتشعلق في الدنيا. خد راحتك. شكرا. الف 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 مبروك على البراءة. متشكره قوي يا دكتور. هما مين الولاد اللي معاه دول؟ دول ولاده. ولاده؟ ازاي يعني؟ ولاده اللي تكفل بيهم. هو ما حكلكيش عنهم قبل كده؟ لا. تسمح بدقيقة في مكتبك؟ أوي أوي، اتفضل.
مش انت غفيت؟ تعال بقى معانا ان شاء الله. الف مبروك البراءة يا باشمهندس. لو سمحت يا دكتور انا عايز اخرجه. تخرجي؟ لا مش هينفع يا مدام. لا ينفع، يرجع البيت، فيها مشكلة. هو لسه في مرحلة الخطر، ممكن يحصل له انتكاسة فجائية ويرجع أصعب من الأول. هيتابع مع أكبر دكاترة متخصصين أو مع حضرتك، ولو ممكن يجيلك العيادة. أنا ما عنديش عيادة خاصة، أنا هنا وبس. وياريت حضرتك تقتنع بكلامي وتسيبيه معانا فترة لحد حالته ما تستقر. هنا يمكن المريض ما يلاقيش الرفاهية اللي ممكن يلاقيها في أي مكان بره، بس صدقيني هنا في دكاترة على مستوى عالي جدا. من التخصص يا دكتور؟ قبل التخصص والرفاهية الإنسانية، إنه يلاقي حد يهتم بيه بصدق. هتقدري حضرتك توفري له ده؟ أنا واثقة إن هقدر أوفرها له، ولو حضرتك حبيت تزوره هكون شاكرة ليك، بس أنا مش هقدر أسيبه. ما دمتي مصرة مفيش مانع. بعد إذنك يا دكتور أشرف جهز لي أوراقه لو سمحت. أوكي يا دكتور. هبعت لك ليمون ولا قهوة؟ ميرسي يا دكتور. دكتور حضرتك هتتأخر؟ نص ساعة بالكتير، هبعت لك قهوة. يلا يلا حبيبي روحوا العبوا. فاكر لما جيت لك اول مره قلت لك ليه طلب واحد؟ ما هو ما كانش ينفع اشوفك في محنه زي دي وما جيش، والولاد هم كمان حقهم يشوفوك. اعمل معروف ما تجيبهمش تاني ولا انت تاجي. انا ما طلبتش منك غير انهم ما يعرفونيش وما يسالوش عني. انت كده هتزود همي. همك ليه يا باشمهندس؟ ده انت متعلق بيهم وهم كمان، دول من ساعه ما شافوك بقوا حاجه تانيه خالص. ما اقدرش اتعلق بحد، ما اقدرش. اعمل معروف تعمل اللي اقول لك عليه. حاضر. يلا يا اولاد. المره الجايه هتروح معانا ولا اقول لك خدنا نعيش معاك عندك في البيت؟ احنا والله ما بنعملش دوشه، وكمان بنعرف نغسل هدومنا. وانا بعرف اكنس. بحبك قوي يا بابا. وانا احبكم قوي قوي قوي. خلاص احنا هنفضل هنا معاك لحد ما تخف. ايوه احنا مش هنسيبك، تعالى معانا يا بابا. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتزعلوا بابا منكم، هو اول ما هيخف هيجي لنا على طول. انا عيان ولازم افضل هنا اكمل علاجي. لا انت مش عيان. ايوه انت مش عيان، انت مش بتحبنا. خدنا والنبي معاك يا بابا، واحنا نعمل لك كل حاجه انت عاوزها. وبعدين يا اولاد انتوا كده هتخلوني اندم ان انا جبتكم. يلا سيبوا بابا عشان يرتاح. يلا بوسوا بابا، وهو اول ما هيخف هيجي لنا. بجد يا بابا هتجي لنا؟ ان شاء الله. وعد؟ ان شاء الله. لو سمحت هو الدكتور وهبة هيتأخر؟ هيجي حالا. ما
عد فلوسك يا حسن، احسن تكون راحت كده ولا كده في السكة. مش مهم. المدام مصرة انك تخرج، انا حاولت اقنعها ان انت تفضل معايا. انا كمان عايز اطلع. بس انت لازم تكمل علاجك. اعمل معروف عايز اطلع. حسن انت لسه محتاج للمتابعة، انت عندك حالة اكتئاب شديدة ممكن تدفعك للانتحار. معلش عايز اطلع من هنا. ابو علي انت مش بتقول عليا دكتور شاطر، اديني فرصة عالجك. وعلى فكرة انت لو اصريت ان انت تكمل علاجك ده قرارك انت مش قرار المدام. ده قراري ان امشي من هنا. انت مش عاوز تكمل علاجك، عاوز تكمل هروبك من نفسك، وده خطر عليك وحتى على اولادك. انت ما بقتش عاوز تشوفهم، مش عاوز تعذب روحك بيهم. ما عاوزش حد يتأذي بسببي، ما تعرفش حاجة. اديني فرصة اعرف واساعدك. ما عاوزش حد يساعدني. انت مش عاوز تخف، انت عاوز تجلد نفسك على حاجة انت مالكش ذنب فيها. مش لاقي رد مش كده؟ عشان عارف ان انا بتكلم صح. صح. يبقى تفضل معايا. اعمل معروف عايز اطلع. ماشي يا حسن وانا هسيبك تخرج، وصدقني انا هرحب بيك في اي وقت. حضرتك هتمضي على اقرار انه خارج على مسؤوليتك الكاملة، وبمعرفتك انه عنده ميول انتحارية وانه مازال تحت العلاج. كده هو تحت مسؤوليتك الكاملة. ايوه عارف. وحشتيني يا خلف بجد وحشتيني. هو انت لسه زعلان مني؟ على فكرة انت هتخرج من هنا معايا مع مراتك. خلف انا هفضل جنبك لحد ما تخف وترجع زي الاول. هو انت مش قعدت جنبي لحد ما خفيت؟ أنا كمان أقعد جنبك لحد ما تخف. خلف أنا بحبك، أنا هفضل جنبك لحد ما تخف. أنا وإنت هنعيش لوحدنا بعيد عن كل الناس. خلاص ما بقتش عايزة في الدنيا غيرك. إنت عارف يا خلف أنا أول مرة في حياتي أحس إن أنا بحب بالشكل ده. طب أقول لك على خبر يخليك تطير من الفرحة؟ انسيني يا بنت الناس. خلف! يا خلف استنى! كملي طريقك لحالك! خلف! يا خلف! كملي طريقك لحالك! ياسمين ما تخافيش، هو اللي مرضيش يجي معايا هرب في 60 داهية تاخده. مين ده اللي انت مجننة نفسك عليه؟ أرجوك يا ماما يا رب تخلصنا منه بحق جه حبيبك النبي محمد يوسف عمره وارتاح من السرية دي. طيب يا ماما كتر ألف خيرك. مالك يا ياسمين؟
في ايه يا بنتي؟ عماله تهري وتنكشي في نفسك كده ليه؟ مفيش، سيبيني يا ماما. انتي ما تعرفيش حاجه. ما اعرفش حاجه؟ ايه اللي ما اعرفوش يا بنتي؟ لا يا ماما ما تشغليش بالك، انسي الحكايه دي. يا رب يا بنتي نكون خلصنا من الموضوع ده يا رب. لو سمحت يا ماما. لا طبعا مش حسيب، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان عشان حبيت خلف. هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. بدرجاتي واكتر من درجاتي، أنا كل اللي بتمناه إن أشيل عنه هم وأخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومها. يا بنتي أنت مش قلتيله إنك روحتيله وما رضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده، إيه اللي ما يعوزناش؟ إحنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف إني حامل. حامل؟ تفضلي قاعده في اوضتك كده. سيبيني لو سمحتي يا ماما. لا طبعا مش هسيبك، لازم اعرف مالك. نصيبي بقى. لا مش نصيبك، ده مخك اللي خربان عشان حبيت خلف. هقولك بقى يا ماما، انا بحبه بجد، فرحانه قوي ان ربنا حطه في طريقي، ولو كان بايدي اختار بينه وبين اي حد تاني غني كنت هختاره هو. بدرجاتي واكتر من درجاتي، انا كل اللي بتمناه ان اشيل عنه همه واخفف عنه همه زي ما بيخفف عن الناس همومها.
يا بنتي انت مش قلتي له انك روحتي له وما رضيش يرجع معاكي؟ هو عايز يفضل طفشان كده؟ ايه اللي ما يعوزناش؟ احنا كمان ما نعوزوش. كان هيجي معايا لو كان عارف اني حامل. حامل؟ حامل ازاي؟ ومن امتى؟ الحمل ده لازم ينزل فورا. مش هيحصل ابدا، ده هو ده اللي هيرجع لي خلف. يا دي المصيبة السودة، يا دي الكارثة، يقطع خلف وسنين خلف. هتروحي تقولي لابنك في يوم من الايام ايه لما يسأل على أبوه؟ مكذوب جاي يطلع الجن، مجنني زيادة؟ ولا هتقولي له دور على أبوك في الموالد؟ كل اللي بتقوليه ده مش هيغير حاجة. خلف هيرجع وهيشتغل مهندس زي زمان، وابنه هو اللي هيرجعه. وفرجي ما رجعش وفضل هايم على وشه، ساعتها هتعملي ايه؟ هدور عليه في الدنيا كلها عشان يرجع ونربي ابننا. لا البنت دي هتجنني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هترجع يا خلف، مش كده؟ هات يا اخوي، هات يا عم. كوباية الحاج ابراهيم. ايه ده؟ انا قلت لها سكر بره يا صباح. يا شيماء، هو قالك السكر بره؟ لا ما قاليش. خلاص اعملي واحد غيره وحطي السكر بره. ماشي. بقيت الناس ولا مستني حد يحط لك الماما في بقك؟ هات لي كوبايه شاي يا صباح. الله، كوبايه شاي. يعني طلعت بتعرف تتكلم زي بقيه المخاليق اهو، ولا انا اللي فاكراها هربانه منك؟ وهجيب منين يا اخويا حق كوبايه الشاي وانت هجيلك شهر قاعد متبط هنا؟ ولا تكونش ست حته ب50 وراعد عليها كل المده دي؟ مر منك. طب يا اخويا طالما معاك الفلوس دي ما تقوم تجيب لروحك كده رغيف سمين تبر روحك بيه بدل كوبايه الشاي اللي توجع البطن. كوبايه شاي لشوقك. وافك بقى واجيب الباقي ولا خليها معايا؟ خليها معاكي، كل يوم تجيبي لي كوبايه شاي، واما تخلص اديكي غيرها. غيرها؟ تجيب لي غيرها منين يا اخويا وانت مستلوح كده؟ تكونش السما بتنطر عليك فلوس؟ طب انزح بقى، انزح، خدني جنبك يمكن تنطر عليا انا كمان فلوس. طيب المصايب السودا دي. لا بقى، ده انت عايش في الدور بس على مين؟ طيب يا بتاع الطيب، يا فرج الله، يا نور النبي، مالك ياما في ايه؟ هيكون مالي، حتة الخرقة اللي قاعدة هناك جنب الحيط دي، قال ايه؟ بيطلع لي حتة صحيحة ب50 من جيبه وكمان مش عايز الباقي.
انه ده المتلقح نضم بالحيطه ده قاعد يسبح. اقول له قوم في زباين جايين، خد لك رغيف يمكن تطلع لك ببريزه يتنك ويلو بوزه. طب ده شغال منه الحال ولا وراه حد؟ وده حد يعرف له؟ اهو من ساعه المولد وهو متلقح جنب الحيط ما بيتحركش الا الميضه وساعه الصاله. لو الاكاده ايه يا واد، انساب مطرحه ان شاء الله بالساعات محدش يهوب مكانه. طب وايه مش عايز رغيف؟ طيب قلت له يا اخويا، قلت له لو ابوزه في وشي وحيات امه ما هو ضايق الشاي بتاعي ومرجع له الفلوس بتاعته. بس 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 انت مالك طايحه كده ليه النهارده؟ استهدي بالله، لو للراجل كوبايه الشاي بدل ما يميل على حد غيرك. طب اقطع دراعي من هنا، اما كان مقشط الزباين ليله المولد ودفن اللي قشطه. احنا نقتله على قرشه، بس الاول نعرف هو مخبي فين. يخرب بيتك، ده انت ينفتلك بلاه، انت واد بتدور على الشر المنكش. واحد زي ده يعني يوم ما يمسك فلوس هيمسك ايه؟ قاستك ولا اتنين نقوم نقتله؟ وقتله ليه؟ انا بس هقلبه في القرشين اللي معاه وهعلم عليه وبعد كده خلاص تيتا راحت لستيتر. طب يلا يا اخويا امشي روح عند عربيتك، والحلال كان نافع لما الحرام هينفع. يلا يا بيت هات. اتفضل يا بارك، وادي السكر على جنب، وادي الباقي كمان. ماله ده؟ بقولك ايه يا اخويا، هو انت ما بترجعش بلدكوا ليه ما دام انت متنك علينا قوي كده؟ هو انت منين؟ إلهي تنشل في لسانك ما توعى تنطق طول عمرك. حسيبك النبي يا رب تخلصنا منهم بقدرة قادر. ده ايه النصايب دي؟ صباح. ها هو ببيت مطرحه؟ هو مين؟ ابو خمسين. إلهي نما يقول. يلا يا شيمو. المستشفى بعبالنا مستشفى تاني. معلش يمكن ربنا عطرنا في دكتور ابن حلال يشوفك ويركب لك جهاز. مش عايزة. ليه بس؟ طب خدي اللقمة دي من ايدي، خدي حبيبة امك، خدي ياما. انت مش عايزة تقفي على حيلك وتمشي زي العيال اللي شفتيهم هناك؟ ما الدكتور قال ما ينفعش، عمي مش هيستحمل. اعوذ بالله من ده دكتور. تعالي تعالي يا قلب امك. يلا يلا تعالي نامي، يلا وارتاحي. نامي انتي بقى وانا هطلع بره اشوف الصابونه دي وارجعلي. يلا. لا ما تبعديش يا بنت، ما تخافيش مش هبعد، هطلع يمكن الاقي متولي بره ولا حاجه، اخلي يجيب لي الصابونه وارجع على طول. يلا.
يا رب ترزقني بالخمسين جنيه وما اعرفش اجيب صابونه. عارفه بس كان ايه اللي نساني؟ انا هلاقي مين في ساحه زي دي بس ينجدني. زينهم طلبني في تراب الطاع. يلا يا ولاد خدوا ابوكوا خشوا جوه. وحشتيني يا بت. اخس عليكي كده تسيبيني للبت بطل لوحدي؟ ده البت شيماء من ساعه ما خدتي عيالك ومشيتي والخوف راكبها لازقه فيا ليل ونهار. اهو بقى اعمل ايه في الراجل الوسخ اللي انا اتجوزته؟ انا طول النهار تعبانه وشقيانه وهو كل اللي على باله بس الزفت اللي بيتعطى طول الليل. الا قولي لي شيماء عامله ايه دلوقتي؟ كنت هاخدها بكره انا والبت بطه ونروح المستشفى، بطل ما لقيتش صابونه، قلت اخرج بره دلوقتي ادور على حد يساعدني. هخش اشوف لك، لو لقيت لك هبقى اجيب لك. تصبحي على خير. وانت من اهله يا اختي.